والآن مسك الختام، كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد اليوم الجميل دوت والكلام الجميل اللي احنا سمعناه، مش عارف اقول الكلام ده ولا اقول الكلام اللي في نفسي. هقول الاثنين، يعني هقول الاثنين، اسمحوا لي. اللي في نفسي، طيب هقول اللي في نفسي وهقول الكلام ده برضه عشان ما حدش الناس اللي كتبته ما تزعلش. صحيح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. بمناسبه اليوم ده وبمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين ومصر والعالم كله بخير وسلام. والحقيقه هاخد من الكلام اللي يعني كان احمد رأفت مع الناس الطيبين اللي هم اهلنا اللي في الشارع واللي قابلهم واتكلم معاهم، وحبدا بس بكلمه كده واحده الاول ابدا بيها، اللي هو قال ايه، هي الست المصرية يعني صعبة شوية ولا حاجة؟ لا 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 لا، أنا بتكلم صحيح. هو الفكرة كلها إن الست إنسانة رقيقة وحساسة جدا، وإحنا كرجالة ما بناخدش بالنا من الحاجات دي. آه صحيح صحيح. بالمناسبة هو ربنا خلقها كده، هو خلقها كده ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لو فهمنا ده، احنا كلنا فهمنا ده. انا بتكلم على مش عليكم انتوا، علينا احنا، يعني على الرجاله، يعني الرجاله يعني. يعني فاقصد اقول هم لو فهموا كويس ان هي يخلي باله من كلمته ومن تصرفه في أي مرحلة عمرية، يعني من وهو صغير لغاية لما يكبر في أي وقت، يعني لو خد باله من النقطة دي وانتبه بيها واتعامل في الشغل كده مع زميلته، في البيت كده مع أهل بيته، سواء كان زوجته أو بنته أو أخته، لو خد باله يعني وانتبه للنقطة دي، مش هيحصل رد الفعل اللي ممكن أحيانا بيبقى هو مش متوقعه. يعني ما هو مش متوقعه بقى، ما هو ومش عارف هو بيعمل ايه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا للحكايه ديت لكم كل الناس، يعني هو رسول الله سبحانه وتعالى كريم، وبعدين يعني من غير ما اخش في تفاصيل مين الاسم السيده ومين اللي بعتت الهديه او الاكل يعني، لكن الخلاصة كلها إن هو لما لقى رد الفعل من زوجته في البيت صلى الله عليه وسلم وقدام أصحابه، وانتبهوا كلكم، مش للستات أنا بتكلم، انتبهوا أنا بتكلم على الرجالة، يعني ما أنت قلت الكلام اللي في نفسك بقى، فأنا هتكلم اللي في نفسي. فلما حصلت راحت يعني ستنا راحت ضربة الوعاء اللي فيه الأكل، وقع اتكسر قدام الصحابة، وحتى جه على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو قال إيه؟ أنا متصور إن أي حد مننا، وطبعا إحنا ما نجيش حاجة خالص يعني، كان ممكن يبقى رد فعله، لكن هو قال كلمة جميلة جدا نتعلم منها، الكلمة اللي أنا في بدايتها، قال إيه؟ غارت أمكم، غارت أمكم. يعني بيقول للصحابة والناس المشاهدة، الرد اللي انتوا شفتوه ده والتعامل اللي ممكن تكونوا مش حاسين انه فج جدا، قال لهم غارت أمكم، يعني ده رد فعل لغيرتها، يبقى مقبول. لو الزوج بقى عارف كده وفي فرح ولا في مناسبة ولا في الشغل ولا في أي حاجة، يطبطب عليه ويخلي باله يعني.
يخلي باله كده، ولما يحصل حاجة يعني يطول باله، يعني ياخدهم في جنبه ويسكت يعني كده. فهو الفكرة دي نقطة مهمة جدا، ان احنا وده مسؤولية البيت يعني. ما انا بكلم معاكم كأهلي بقى، ويوم جميل زي ده كأسرة بنتكلم، لو احنا كلنا خدنا بالنا في بناء الإنسان الولد أو البنت، وفهمناه كويس ووعيناه كويس من هو صغير لغاية لما يكبر أو تكبر، النقطة دي هتبقى أو النقاط دي هتبقى يعني هتبقى محل اعتبار في التعامل بيننا وبين بعضنا. مش هنشوف تنمر، مش هنشوف في الشارع يعني حاجة مش لطيفة، مش عايز أقول التعبير تحرش ولا كلام منها، مش هنشوف ده، ومش هنشوف حاجات تانية كتير. إذن يعني الموضوع أو اللي احنا بنقابله في حياتنا كلنا في مجتمعنا كله مبني كله على كتاب الست، كتاب الست. وفي ناس كتير يقولوا يعني انت يعني سبب الرحمة اللي عندك، وهم بيقولوا حاجة تانية، مش بيقولوا رحمة بس، بيقولوا الحنية يعني، صحيح. فأنا بقول لهم البيت اللي أنا عشت فيه كان كده، كانت أمي كده، صحيح. فأقصد أقول الدور كبير قوي للأم يعني، وللأخت وللبنت يمكن كمان، مهم قوي في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. صحيح. فاللي انا عايز اقوله بس عشان ما اطولش عليكم زياده عن اللزوم، اطول حاضر. فاقصد هو ده. في بعض الناس تعتقد ان احنا انا شخصيا منحاز، وانا عايز اقول لكم وقلت الكلمه دي قبل كده وباكدها تاني، والله انا مش منحاز، انا بحاول اظبط الكفه بس، بحاول انا بتكلم بصدق. اسمعوا، مش كده كان بيكلموا في الفيلم عن مثلا يعني الميراث، وان يبقى ما حدش عايز يديه طب ما هو ده العداله كده يعني، العداله اللي ربنا قال عليها كده، ان حد يقول لا انا مش هدي البنت او شويه بعد، لا. طب حاجات تانية كتير احنا بنعملها كلنا. هو النهارده لما بيحصل خلاف مين المسؤول قوي في البيت؟ وحتى لما يحصل الخلاف ويبقى الامور تخرج عن السيطره، مين اللي بيشيل؟ الست هي اللي بتشيل. وكل الكلام اللي جه في اللي هنا، واللي كلنا عشنا في بيوتنا وشفنا جيراننا واهالينا وكل اللي احنا شفناهم في حياتنا في مسيرتنا يعني، شفنا ان دايما الست هي المسؤوله، والراجل بيخرج يعني وده مش معناه ان انا ضد الراجل يعني، لا، انا بحاول اكون ونحاول نكون، مش انا بس، انا واحنا كلنا نبقى منصفين حقيقه مع الدور اللي بتقوم بيه الست وفي مصر بالذات. وانا مش هنسى، والمفروض كلنا ما ننساش، وانا مش بكلم هنا الست المصريه، انا بكلم هنا النص التاني يعني، إن المرأة المصرية خلال 2013، ومش بس 2013 وحتى الآن، كان ليها دور كبير قوي في حماية مصر، كان ليها دور كبير قوي في حماية مصر. وافتكروا، وأنا والله لما بفكركم مش بفكر نفسي، أنا فاكر بس بسجل هنا في اليوم دوت يعني اللي بنحتفل بيكم يعني، إن إحنا لما في 30/6 اللي كانت متصدرة الموضوع كانت الست، ولما طلبت الناس تنزل يوم 26، إذا كنت فاكر التوقيت كويس يعني، قلت أنا بطلب من الشعب المصري ينزل يديني تفويض. اللي نزل في رمضان، كان في رمضان في اليوم دوت، الأسر كلها، أنا أتصور إن كان، مش هتصور وقت، كان حقيقة إن الست هي اللي قامت ونزلت
والدنيا كلها شافت. ولما الدنيا كلها شافت العدد ده كله قالوا ان لا، هو الموضوع مش حركة الجيش بيعملها ضد البلد، ده البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده. فخرجت نزلت وعملت ده المرأة المصرية. طيب اللي قدمت الشهيد الأب موجود صحيح مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت من هو شالت 9 شهور، شالت 9 شهور وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده أصعب، أصعب إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد أو يصاب وهو كان مال والعين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر إن هو استشهد يعني. فبرضه هي اللي قدمت. وحتى في الأزمات اللي احنا بتمر علينا والأيام بتاعتنا أيام صعبة، وأنا بعترف بده مش عشان أجاملكم ولا عشان يعني أطيب الخواطر، لا احنا احنا واحد. فمين اللي بتقوم بالدور ده برضو واللي شايلة الشيلة دي في البيت وبتعمله من غير ما أقول كلام؟ هي الست. فلما نيجي نبص الموضوع على بعضه كده نجد ان لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، اللي عايز يتوقف قدامها يفهم قد ايه ان الام دي بتعمل دور كبير جدا جدا. وكان من انصاف النبي اللي بيعلمه لنا انه يقول لك خلي بالك ان يعني، والقران يقول حملته امه وهنا على وهن، يعني مين يقدر يشيل شيله 9 شهور يمشي بيها؟ مش كتير، محدش الا الست يعني. فكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. واحنا والله بس ما انا عندي دلوقتي معايا، فمش عايزين مشكله، مش عايز اعمل يعني، ما انا هروح لوحدي بقى ومش عايز مشكله يعني. فكل سنه وانتم طيبين ودايما انتم بخير وسلام وامان، وبالله سبحانه وتعالى ثم بيكم ان شاء الله تبقى مصر في امان وسلام. فكل سنه وانتم طيبين. وفي شويه قرارات كده اسمحوا لي ان انا اقراهم عليكم، لكن برضو هقرا عشان الراجل اللي كتب الكلمتين دول ما يزعلش بصراحه يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده، كل عام وانتم بخير، والشعب المصري العظيم في سلام وامان. بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، الحضور الكريم، يتجدد اليوم لقاؤنا السنوي، ومعه تتجدد سعادتي وفخري بلقاء عظيمات مصر، العظيمات في القوة وفي الحكمة وفي الصبر وفي التضحية وفي عشق الوطن وفي حفظ هويته وأصالته. وأستهل حديثي إليكم اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية. أقول لكل سيدة وفتاة، لكل أم وزوجة وابنة، كل عام وأنتم مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتم صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة، كل عام وأنت مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة. عظيمات مصر، يزداد فخري كل عام وأنا أشهد ما وصلت إليه المرأة المصرية وما حققته من إنجازات في جميع المجالات، ومع شعوري بالفخر يزداد يقيني بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة، باعتبار ذلك هو الطريق القويم نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة في بناته وأبنائه. السيدات والسادة، إن المرأة في جميع أدوارها في المجتمع أثبتت مرة بعد أخرى أنها معين لا ينضب
من الوعي السليم ومزيج فريد من العقل والقلب ومن الموضوعية والعاطفة، بما جعلها دائماً قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشدائده قبل أوقاته السارة والسعيدة. وبالصدق أقول لكم كمواطن مصري مهتم بأحوال هذا الوطن وشعبه، إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل، وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذل قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات. واستكمالاً لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل. التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات اللي تفضل. هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيدة و45 رجل، باعتبار ان الرجل رب الاسره ايضا. يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم، وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بان يكون في مساعده لتخصيص. المساعده من عندك انت يا محمود، انت اللي المساعده من وزاره الداخليه. لا يا فندم، لا من عندك، توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعدة من عندك انت، اتفضل. مساعدة للمخرج عنهم حضرتك لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. كان مهم قوي ان احنا ان هم يعني اهلنا يكونوا موجودين في بيوتهم دلوقتي ويعني يبقوا موجودين في الشهر الكريم ده مع اسرهم، وندخل البهجة والسرور عليهم يعني. أنا شايف وزير العدل موجود مش كده؟ طب ما تقول كلمتين عن موضوع اللي هم الناس كلها قلقانة منه،
وبعد انت ما اتكلمت معايا في اللقاء بتاعنا الناس قالت كلام كتير قوي احنا ما قلناهوش، فبس طمنهم على موضوع حتى حاجه واحده يمكن نحتاج ان احنا اولا خلي بالكم كلكم، وانا الكلام ده بقول ليكم وللناس في مصر، فعلا احنا كلنا حريصين على ان القانون قانون الاحوال الشخصيه هيبقى قانون متوازن وموضوعي جدا جدا وبعيد النظر وبعيد النظر. واسمحوا لي اقول لكم اصل ما فيش حد ليه مصلحه ان احنا نعمل غير كده، يعني ما تفتكروش في البرلمان ان هيبقى مثلا الصوت ضد الموضوعيه وضد التوازن، احنا في النهايه هدفنا ان احنا نحمي الاسره ونحمي الابناء او البنات اللي من الاسره ديت. ده بس قاعده عامه لازم تكونوا منتبهين لها او باكدها لكم. ثم احنا قلنا هنعمل نقاش مجتمعي كبير قوي عشان اطمنكم على ان الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن. بس عايز اقول لكم على حاجه، كل صاحب قضيه هيبقى ليه وجهه نظر خاصه بيه هو حسب حالته. يعني النهارده لو انا عندي مشكله هتبنى يعني صعب جدا ابقى موضوعي ومتوازن مع نفسي، صعب، مش هقول مستحيل لكن صعب ان الانسان يبقى موضوعي ومتوازن في قضيه خاصه بيه، وبالتالي لما بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشده، ولو اي حاجه غير كده بيبقى استعداده لاستقبالها مش سهل. فاتفضل اتفضل. شكرا يا فندم. هو زي ما حضراتكم تعلمون كان في توجيه من فخامه الرئيس بان احنا نعمل مشروع قانون للاسره جديد يواكب العصر ويكون محقق للتوازن بين حقوق المراه وحقوق الرجل ويراعي المصلحه الفضلى للطفل. هذا القانون احنا انتهينا منه يا فندم كل احكامه الموضوعيه والاجرائيه خلصناه خالص، احنا دلوقتي في فتره مراجعه الصياغه لضبطها، لكن احنا انتهينا من كامل المشروع من الناحيه الموضوعيه ومن الناحيه الاجرائيه ايضا. المشروع ده جنب منه مشروع قانون تاني لصندوق للاسره المصريه علشان يدعم. طب الصندوق في صندوق فعلا قائم حاليا، بس فخامه الرئيس وجه ان يتوسع شويه في خدماته وفي المبالغ اللي بيديها للاسره المصريه، فكان محتاج ان احنا نشوف موارد اخرى ونشوف بعض المصادر اللي ندخل بها موارد للصندوق دون ان تحمل اي اسره مصريه مهما كان مستواها المادي اي اعباء اضافيه او مستحيله، يعني هتبقى حاجات بسيطه جدا. احنا يا فندم لا خليني اتدخل في النقطه دي لانه حصل عليها لغط كتير. أيوة. وقالوا يعني هو الرئيس ما عارف ان في صندوق بتاع وبنك ناصر بشكل او باخر يعني من خلال وزاره التضامن. بس انا اللي كنت قلته ايه؟ قلت لكم وانا لما اتكلمت في النقطه دي قلت يا جماعه ده الصندوق ده والدكتور ريفين تصلح لي، مش كان يا دكتوره مدين ب 150 مليون؟ 350 يا فندم. يعني كمان دلوقتي 350. يعني ربنا يوفقكم يعني. فانا اقصد اقول اتفضلي يا دكتور نيفين اتفضلي. انا اقصد اقول بس عشان النقطه لما اتقالت على ان احنا مطلوب مننا اسمعوا. يعني معلش يا عذرا يعني. ومحدش يلوي كلامي. ولازم تعرفوا ان في يعني استقبال الناس لكل الكلام مش زي بعضه ولا بأس يعني. بس عايز اقول لكم على حاجه. أنا بحاول بفهم الدولة إن الدولة تتصدى لمشاكل المجتمع بيعاني منها من خلال منظومة تتعمل. حاول تاني، بحاول إن الدولة كدولة تتصدى لمشاكل وتحديات المجتمع بيعاني منها وأسر بتعاني منها، ما يبقاش يتفرج عليها كده ونقعد نقول إيه طب نرفع قضايا في المحاكم ونعمل كذا ونعمل كذا. طب الأسرة لغاية ما يحصل ده تعمل ايه؟ افتكروا مره ان انا كنت لما من حوالي 5 سنين كده كنت بتكلم مع رئيس هيئه الرقابه الاداريه في الوقت ده وقلت له ايه؟ انا عايز يجي عليا يوم في مصر هنا ان لا قدر الله اسره فقدت يعني عائلها واحنا بنطلع له شهاده يعني وفاته نكون بنطلع له اجراءات معاشه. فاكرين الكلام اللي انا قلته ده؟ أنا قلت الكلمة دي قبل كده. كان الفكرة معناها إيه؟ معناها إن البيت ده ما يتهزش أبداً. طب ما يتهزش إزاي؟ بكلمتين حلوين أقولهم لكم وإحنا قاعدين هنا.
ولا ان احنا نعمل كدوله اجراءات. الاجراءات دي في النهايه تحقق اللي احنا بنقول عليه. انا كان تقديري واللي انا اتكلمت فيه على الصندوق دوت والناس روح ولقيت بقى بعدها الطلبات الزواج كترت جدا، قال لك نلحق قبل ما السيسي هياخد مننا مش عارف 30,000 جنيه. يعني حصل كده، ما انا متابع بقى، حصل كده صحيح، كله راح قال لك نجوز العيال قبل ما يحصل ده. طيب وماله؟ هيبقى دايما في ردود افعال مختلفه. انا معلش سامحني يعني، بس انا عايز اقول لكم ان الصندوق ده الهدف منه ايه؟ بالهدف منه ان الاسره لما يحصل لا قدر الله هذا الخلاف وينتهي بانفصال، البيت ما يبقاش في عوز، في حوجه، الست بغض النظر عن امكانياتها وقدراتها ما تبقاش محتاجه، ما تبقاش في. طب نقدر كدوله نعمل ده؟ نقدر. ما نعملوش ليه؟ ليه اخلي كل بيت سواء كان الاب اللي هو ابو البنت يعني يبقى شايل هم بنته هتصرف ازاي، ولا اخوها، ولا هي طبعا ازاي يعني. طب ما انا لما اعمل صندوق احط فيه موارد، وقلت الرقم اللي هيحطوه ال يعني الزوج والزوجه هيتحطوا قدام منه من الدوله، مش كده دكتور مصطفى؟ مش احنا قلنا كده هنحط قدام منه رقم مشابه بالظبط؟ يعني حطينا، مش عايز اقول رقم عشان ما تقولوش ان الرقم ده اللي هناخده ولا حاجه، لا احنا بنعمل حاجات كتير قوي، ومهما كانت تكاليف الزواج الرقم اللي هيتاخد ما يبقاش مهم قوي، بس هو بعيد النظر قوي. ليه؟ الصندوق ده هيبقى رقم يتم استثماره مش في اموال تودع في البنوك. لما يحصل مشكله هيبقى في اليات صرف مؤقته لغايه لما الاجراءات التقاضي، مش كده؟ ايوه يا فندم السيد وزير العدل، لغايه لما اجراءات التقاضي تيجي يتسدد الرقم. طب ما جاش هندي للناس. هي الفكره كده. هو احنا كمجتمع والدوله لازم يبقى مجتمع قوي ويحافظ على قوه ومكانه اللبنه الصغيره بتاعته. بايه؟ بفكره. مش ب انا مش بسخر منكم ولا بعمل حاجه عشان يعني على هوايه كده. انا بحاول ان الدوله، وانا قلت قبل كده ان الفهم المحدود جدا لمعاني الدين الجميله مش عيب الدين قد ما هي عيب فهمنا. ولو احنا فهمنا الدين، الدوله معنيه بانها تحط انظمه واليات عمل تحقق بيه كل الكلام الرائع لمجتمعها، كل الكلام الرائع لمجتمعها، وتتصدى لكل مشاكل مجتمعها وتحلها، وما يقولش ايه النقطه دي لم يتم يعني ما تمش بحثها قبل كده او طرحها في المجتمعات القديمه ايام ما كانت بيتم التفكر في الدين. لا لا، الامر الدين ما كان ابدا ابدا مشكله لناسه، المشكله مننا احنا لفهمنا وتطبيقه. لما قلنا موضوع الصندوق ده تحديدا عشان هو حصل فيه كلام كتير، كان الهدف منه ان انا ما يبقاش المجتمع ابدا، ما تبقاش الست ابدا بقول غنيه او مش غنيه. طب وهي لو غنية هي مالها؟ هي مالها تدفع ليه؟ أنا مش بقول بقى اللي معهاش خالص، بقول له وهي معاها تدفع ليه؟ ما ندفع كلنا، ما ندفع كلنا لها. هو بالسهل يعني على أي أسرة إن البيت يهدم يعني يا جماعة؟ يعني ده مصيبة لوحدها، تبقى هي لوحدها ويعني محتارة تعمل ايه، تجيب منين، تصرف ازاي، تودي المدارس امتى، مش عارف. الكلام ده كله موجود. هو مجتمعنا احنا يعني مجتمعنا غالبيته اسر ميسرة ولا اسر ظروفها صعبة؟ طيب ما كان الموضوع الفكرة بتاعته كده، ان يبقى في الرقم ده مش مثلا رقم فيه ده 40-50 مليار جنيه، مش النهارده لما نيجي النهارده وزارة التضامن تقوم تقول لي احنا مدينين ب 350 مليون جنيه. يعني معناه ايه؟
معناه ان الرقم ده بقى دين بغض النظر عن دين على مين. يعني مش القضيه عندي 350 مليون، لان اللي انا قلت لهم الرقم اللي هيتحط لو الناس حطت مليارين هنحط مليارين، حطوا 5 مليارات هنحط 5 مليارات. لان الصندوق ده لما يبقى صندوق قوي وضخم هو عباره عن صندوق اجتماعي، ضمان اجتماعي لاسرنا لبيوتنا لاولادنا وبناتنا الصغيرين. القضيه كده باختصار. اتفضل يا فندم. اتفضل. شكرا يا فندم. هو برضو يعني زي ما سيادته وجه ان لازم الصندوق يبقى قايم على دراسات حتى لا نقع في مديونيه مره اخرى. عملنا دراسات اكتواريه اخذت مننا وقت كبير جدا بالتعاون مع وزاره التضامن، ادتنا بيانات كتيره جدا بحيث ان احنا نقدر نحط ان المبالغ اللي تقوم الصندوق وما تخليهوش يرجع مديون تاني. الدراسة الإكتوارية انتهت يا فندم الأسبوع اللي فات، والحمد لله، وبأعلن أمام حضرتك وأمام السادة الحضور جميعاً إن المبالغ هتبقى زهيدة جداً لا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل. هتبقى مبالغ زهيدة جداً ومحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق. الصندوق هتبقى له موارد من مصادر متعددة هتغطي كل التكاليف إن شاء الله، لأن هو قايم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وإن شاء الله قريب جداً هنعرضه مع المشروع القانون على سيادتك. أنا بس عايز أضيف حاجة للنقطة دي. أنا بتكلم على الدين وهتكلم على الدين في النقطة اللي بقولكوا عليها دي. أنا بتكلم إن من مصارف الدين في مصارفنا إحنا المالية، أنا من حقي أتبرع للصندوق ده وانا من غير ما يكون في حد من عندي بيتجوز ولا حاجه. ليه؟ لان هو في النهايه هيبقى عباره عن كفيل، كفيل يمنع حوجه الناس الاسر. انا احنا فاهمين انا بتكلم على الناس فاهمه ان الموضوع كله في صدقه تتحط في لحد كده او لبنى جامع او دار ايتام او كده. لا ابدا، حتى في موضوع زي كده، لانه في النهايه انت بتحمي مجتمع وبتحافظ على صلابته وقوته. ده انا بقولها كده يعني لان كتير مننا يعني في فهمه لديننا او للاديان يعني فهم ضيق قوي، ورغم ان الحكايه كلها اسعاد الناس. الحكايه كلها اسعاد الناس. يعني لما سال ما عندناش. طب اتفضل. ما فيش طلاق فعلا، لكن اولا في حالات طلاق بس وان كانت محدوده، لكن في نفقة، مش في نفقة، وفي متطلبات زواج، يعني نفقة معيشة ونفقة الأطفال. كل المسائل دي الصندوق هيغطيها برضو. طبعا الصندوق هيغطيها. فعلى هذا الأساس المبالغ دي هتفرض على الكل مسلم ومسيحي، ما فيش فيها حاجة، لأنها هتتصرف على الكل مسلم ومسيحي. يعني انتوا ما تعرفوش ان قداسه البابا غالي عليا قوي ولا ايه؟ يعني ده كلام يعني. لكن عايز اقول لكم زي ما قال معالي وزير العدل، يعني ان هو الفكره كلها ان احنا لما درسنا الموضوع ما درسنا على ان هو لجزء من المجتمع وبيت المجتمع. لا ابدا، للكل زي ما اتقال كده. ودي آليات عمل حكومة، آليات عمل دولة، مش آليات عمل يعني مؤسسات خيرية أو جمعيات أهلية، مع كل التقدير والاحترام لهم. أنا عايز أقول لكم على حاجة. بقالنا 8 سنين أو 9 سنين من أنا وزير للدفاع كان موضوع الغارمات ده قضية بتشغلني على أنها سيدة وسايبة بيتها يعني. فكان كنا نشوف كل شوية نشوف كم عدد اللي موجودين ويحصل تدخل ويتم الإفراج عنهم يعني عشان يرجعوا بيتهم. طيب هو ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن أم راحت تجيب فلوس يعني عشان تشتغل أو عشان تعمل وبعدين ما نجحتش، أو تجيب تجهز بنتها وما قدرتش تدفع تسدد يعني. وطبعا اتعملت منظومة في الموضوع دوت
يعني كانت مؤذية يعني. فكان اللي أنا بقوله ده عشان عبارة عن إيه؟ أنا بقول لكم إن الدولة الحديثة هي دولة تنظر لكل المشاكل وتعمل لها آليات حل، تبقى منظومة عمل مش وجهات نظر، تبقى منظومة عمل مش وجهات نظر، مش جمعية اللي بتعمله، مش حد يقوم بدور خيري فقط، لا، الدولة تعمل فكرة تحل بيها المسألة، الدولة تعمل فكرة تحل بيها المسألة. أرجو أن أنتم ما تاخدوش كلامي في الموضوع ديت على أنها نوع من الـ يعني 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 حاجة زيادة عن اللزوم، والله لا، أنا مش بكلم على الصندوق بس، حتى على القانون، وحتى لما احنا اتناقشنا في موضوع نسب الطلاق، أنا أتمنى أن ما فيش أي بيت يتهدى أبدا أو تنفصل أسرة يعني، لكن ده وارد يعني، ده وارد. وأنا بس كنت يمكن عايز من السيد وزير العدل يطمنكم أن الانطباع على حجم الطلاق في مصر مش زي الحقيقة، خلي بالكم من كلامي، الانطباع عن حجم الطلاق في مصر مش زي الحقيقة، من فضلك. تمام يا فندم. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام يا جماعة، مش كلام يعني، ده كلام علمي، احنا جبنا إحصائيات كاملة ودقيقة على مدار عشرات السنين. صح. فضل. 65 يا فندم. فضل. هو كان في رقم سلبي شاع في المجتمع وبين الرأي العام إن نسب الطلاق السنوية متوسطها 34%. طبعا النسبه كبيره جدا. فخامته وجه قال لي ابحث شوف ايه الموضوع ده، طبعا بالتعاون مع وزاره الداخليه، هيئه الرقابه الاداريه، النيابه العامه، جبنا كل الاحصائيات، الجهاز المركزي والجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، جبنا كل البيانات اللي موجوده عندهم بخصوص الزواج والطلاق. اكتشفنا الاتي، ان النسب السنويه للطلاق السنويه 3% في المتوسط. أمال جه منين 34% ل 3%؟ كان في خطأ في التنسيب. خطأ في التنسيب ازاي؟ اللي اتطلقوا مثلا سنة 2020، هل كلهم متجوزين سنة 2020 ولا في اللي متجوز 19 و18 و17 و15 و2010 وقبل كده؟ فاللي اتطلقوا في سنة 2020 دول عن زيجات من سنوات سابقة. طب واللي اتجوزوا سنة 2020 هم اللي اتجوزوا سنة 2020 بس. فكان الخطأ في التنسيب إن احنا بننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة، فهنا جاء الخطأ. نسبة 3% مع إنها موجودة، وأول يعني سنتين في الزواج هم اللي فيهم النسبة الكبيرة في الطلاق، وخصوصا السنة الثانية مش السنة الأولى. ومع هذا في القانون الجديد إن شاء الله عملنا يعني أحكام تحد أيضا من حالات الطلاق اللي ممكن تقع في نسبة 3% اللي موجودة دي، وكل الأمور مبنية على أسس علمية، إحصائيات، آراء علمية، مفيش حاجة مبنية على هوى على الإطلاق. يعني إيه لما أقول 3% نسبة الطلاق السنوية بين الزيجات السنوية؟ يعني المجتمع بخير، مجتمع قوي، الأسرة المصرية متماسكة، نسب الطلاق أو النسبة الزيادة اللي شاعت دي لا شك كانت عملت حالة سلبية عند الكل، ده اللي بيتجوزوا يا دوب يتطلقوا، الكلام ده مش واقعي. الحقيقة اللي أنا بقولها لحضراتكم، نسب الطلاق السنوية 3%، لكن لو هنيجي ننسب بقى، عايزين ننسب 10 سنين طلاق يبقى نحط 10 سنين زواج، عايزين ننسب 20 سنة طلاق نقوم ننسب قدام 20 سنة زواج، لكن ما ينفعش ابدا ان احنا ننسب سنة عقود من الزواج من حالات الطلاق نيجي ننسبها على سنة زواج واحدة، لا شك هتطلع النسبة كبيرة، وده اللي كان الخلل، والحمد لله صححناه وبنكرره تاني قدام سيادتك وقدام السادة الحضور. طب اتفضل مستريح. شكرا. انا بس عايز اوضح لكم نقطة، وانا برضو انا عارف ان الناس كلها بتسمعني دلوقتي، انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت يا جماعة ان احنا عايزين نعمل توثيق للطلاق، وساعتها حصل نقاش كتير، الكلام ده من 4-5 سنين، وقلت ان ده امر مهم جدا ان احنا نعمله دلوقتي. طب ليه نعمله دلوقتي؟
يعني احنا عمرنا ابدا ما هنعمل اجراء يخالف ابدا شرعنا يعني. ولكن الكلام بقى في مجتمع، في كل المجتمعات يعني، بقى مفيش ضبط للكلام، يبقى في ضبط للتصرف. وبالمناسبة في النهاية لما أعمل قانون إن يبقى الطلاق هو الطلاق اللي بيتم قدام طلاق موثق، مين اللي لو في إثم يعني، لو في اسم يعني ذنب يعني، مين اللي هيشيل الذنب يا معالي المستشار؟ لا خليني بس يعني اولا الموضوع بيتم مناقشته في برلمان ومن كل الناس، سيدات ورجال وشباب وكله، لكن في النهايه في ضرر وفي اكثر ضررا، يبقى انت تشيل الاكثر ضررا حتى لو كان بضرر. دي قواعد فقهيه يعني. اتفضل. اسمح لي يا فندم، انا كنت اتناقشت مع فضيله المفتي في موضوع توثيق الطلاق. وليه بنقول نوثق الطلاق؟ علشان نتحقق من وقوعه كاملا بكامل اركانه وشروطه الشرعيه. فضلته قال لي احصائيه، واذا كان سيادتك يعني توجه ان سيادته يقول الاحصائيه دي، عدد الافتاءات التي وردت الى دار الافتاء كان حوالي 250 او 240 الف حاله افتاء عن الطلاق. سيادته على ما اتذكر قال لي ان اللي وقع صحيح من 240 الف حاله حالتين فقط. أنا فضلت المفتي موجود، وهذا النقاش دار بيني وبينه لما بنتناقش عن توثيق الطلاق، قال لي هذا وجوبي، لأن 240 ألف ثبت منهم حالتين فقط. أرجو أن أكون متذكر الأرقام صحيحة وسيادته يصحح. تفضل فضلت المفتي. تفضل. شكرا فخامة الرئيس. هو بالفعل إحنا على مدى 5 سنوات من الآن تحديدا عملنا فتاوى الطلاق على 3 مراحل. نتيجة هذه المراحل بيعرض علينا شهريا 5000 فتوى في 12 شهر ب60,000 في 5 سنوات، تقريبا ب300,000 فتوى طلاق. بالفعل الطلاق لا يقع إلا عندي أنا في النهاية يعني، في وفق الثلاث مراحل اللي من خلال 5 سنوات اللي فاتوا. بالفعل نتيجة تسرع في الألفاظ، نتيجة حالات غضب كثيرة، نتيجة أسباب عديدة، لا يقع من الطلاق إلى حالتين، لأن قلت لهم روحوا وثقوا طلاقوا وفقط. شكر جدا. تفضل. أنا بس عايز أوضح لكم نقطة عشان تبقى الموضوع ده يعني تبقوا مطمنين لما نعمله. هو يمكن في بداية تطبيق أي قانون، عقبال ما يستقر في وجدان المجتمع ويستوعبه ويقبله، وتبقى زي ما كان التوثيق بتاع الزواج. طب ما زمان ما كانش فيه توثيق خالص للزواج خالص. النهارده بقت الوثيقه، وثيقه الزواج هو الكلام اللي بيعتد به حتى في المحاكم. يبقى احنا النهارده لما بنعمل اجراء زي ده، مش عايز اطيل عليكم اكتر من كده يعني، هو الهدف منه حمايه المجتمع ده والحفاظ على سلامته، وايضا الحفاظ على حقوق الناس. يعني لما نيجي نتكلم في 300,000 افتاء، الكلام ده مش هيحصل تاني. ليه؟ انت عايز تنفصل بجد؟ طيب روح وثق الانفصال بتاعك ويبقى اتحسب عليك، روح اجري اعمل كده. طب اي كلام هتقوله تاني مش هعتد بيه. اكيد هيحصل مشاكل هنعرفها بعد كده، لكن انا بتكلم على القانون اللي احنا بنتكلم عليه، وبقول ان القانون ده فيه اكتر من 100 بند، مش كده؟ 140 بند. احنا دلوقتي احنا عاملين الاحكام الموضوعيه تجاوزت ال 180، وفي احكام اجرائيه كمان، لان احنا بنعمل مشروع متكامل اجرائي وموضوعي، بحيث ان احنا نلغي ال6 قوانين السابقه اللي كانت بتنظم الاحوال الشخصيه. انا بشكرك جدا، لكن انا بس بطمنكم على الموضوع دوت، عشان كتير من انا بسمع نداءات كتيره واستغاثات كتيره بان احنا خايفين للقانون يكون مش منصف،
للأسرة وللطفل، وهتدي الأم ولا هتدي العمة ولا هتدي الجدة. احنا هنحاول نكون يعني متوازنين زي ما أنا قلت كده. طولت عليكم معلش، لكن السيدات والسادة، لقد كانت المرأة المصرية دائما هي كلمة السر، مفتتح الكلام ومنتهاه، طاقة العطاء والصبر والتحمل، أيقونة الإصرار والعزيمة والنجاح. إن وطنا هذا هو شعبه، هؤلاء هم رجاله ونساؤه، لا يخشى عليه، وكل ثقة إننا سنمضي في طريق الأمل والمستقبل على أفضل ما يكون بإذن الله. أشكركم وكل عام وأنتم بخير. وبالله العظيم وبالمرأة المصرية العظيمة، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.